طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، أهلا بكم محبي اللغة العربية. سنستأنف درسنا اليوم في أظن اللقاء، أما اللقاء يعني اللقاء الخامس أو كذا، لكن أعلن الدرس الرابع، الدرس الرابع، وسأورد عليكم الكتاب. طيب، وهذا الدرس، هذا الدرس الجديد. طيب، هذا مناسب. طيب، نعم، الدرس الرابع في الدكان، الكلمات الجديدة، الدكان، القطن، المقاس، اللون أسود أزرق بني، قاعمة الأسعار، عسى، بائع، بوصة. طيب، سأقرأ الحوار أولا، ولا بأس أنتم مباشرة يعني تنظرون إلى الحوار، إلى نص الحوار، والمفروض يعني لا أعرض عليكم أولا فأنتم تستمعون، لكن لا بأس. طيب، أقرأ، وعندما تستمعون إلى الحوار يعني حاولوا فهم وحفظ في نفس الوقت. طيب، الحوار يجري أو يدور بين مصطفى وحسن والبائع، ويدور حول ماذا؟ حول الدكان، أنهم وصلوا في الدكان. طيب، الحوار: مصطفى، هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه، عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. حسن للبائع: مساء الخير. البائع: مرحبا، تفضل، ماذا تريدان؟ ماذا تريدان؟ حسن: أريد بنطلونا من الصوف، وقميصا من القطن، وبعض ملابس الشتاء. أريد بنطلونا من الصوف، وقميصا من القطن، وبعض ملابس الشتاء. البائع: ما المقاس الذي يناسبك؟ ما المقاس الذي يناسبك؟ وما اللون الذي تفضله؟ وما اللون الذي تفضله؟ مقاس البنطلون 63، 36 بوصة، 33 بوصة، ومقاس القميص 12 بوصة، 12 بوصة. طيب، وأفضل بنطلونا لونه أسود، وقميصا لونه أزرق أو بني. البائع: وأنت هل تريد شيئا؟ هل أنت تريد شيئا؟ نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. البائع:
تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. حسن، الأسعار غالية جدا، الأسعار غالية جدا. لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بئتكما بسعر رخيص، ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. نعم، خلاص، هذه قراءة مرة واحدة، وفي كل سؤال وجواب كررت مرتين، إذن مرتين. طيب، الآن نريد، يعني هل ممكن أن أعمل جماعة؟ يعني أنا مصطفى وأنتم حسن وكذا إلى آخره، ممكن؟ طيب، ممكن. طيب، أنا مصطفى وأنتم حسن، وبعدين حسن للباعي. نعم، حسن للباعي وهكذا إلى آخره. طيب، هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. وأنا حسن كذلك. مساء الخير. خلاص، يعني اقرأها كذا مرتبا تسلسلا، يعني فأنتم بعد، تفضل. مساء الخير. مرحبا بكم. مرحبا، تفضل. ماذا تريدان؟ أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. اللون الذي تفضله في الشتاء. مقاس البنطلون 36 بوصة، ومقاس القميص 12 بوصة. وأنت هل تريد شيئا؟ وأفضل بنطلونا لونه أسود، وقميصا لونه أزرق أو بني. طيب، وأنت هل تريد شيئا؟ نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. الأسعار غالية جدا. لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بسعر رخيص، مرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. هذا خلاص، إذا قراءة كم مرة؟ قراءة أربع، ما أي ثلاث مرات. والآن نريد طالبين حسن، ثلاثة. طيب، نريد ثلاثة طلاب، أحدهم يمثل مصطفى، والآخر يعني يمثل حسنا، والثالث يمثل البائع. نعم، تفضل. من الذين لم يتقدموا إطلاقا؟ أنا محمد. أذكر اسم، مثل أنا فلان بن فلان. نور عزمي. والله لا أستطيع أن أختار، لا أستطيع أسمع.
لا أريد من الرئيس أن يختار. تفضل يا رئيس. يحيى يا شجاع. شجاع. أين الرئيس؟ موجود رئيس؟ أنا. نعم يعني اختر ثلاثة طلاب. يحيى شجاع. طيب ثاني. حسن الدين. طيب ثالث. سهر الأحمد. طيب تفضل. يعني يحيى يمثل مصطفى وحسن يكون حسن الدين حسن. جميل. وسهر الأحمد بائع. نعم تفضل. هيا ندخل هذا المحل يا حسن. لا عند قلت هيا ندخل هذا خطأ. هيا ندخل. هيا على الشرط. هيا مصطفى. نعم. هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس مختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. مساء الخير. شهرول عند شهرول يلا. مرحبا تفضل، ماذا تريدان؟ أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. يلا الباقي. من الباقي؟ الباقي شهرول. نعم. ما القميص الذي يناسبك وما لون الذي تفضله؟ تفضله. مقاس البنطلون 36 بوصة ومقاس القميص 12 بوصة. اثنتا عشرة بوصة. وأفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم أريد بنطلون وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. تفضل، هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا الأسعار غالية هذه الأيام. هذه الأيام. ولقد باتكما بإسر رخيص، ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. يعني هذه الأيام، لكن يعني ممكن تقرأ هذه الأيام فقط، يعني هذه الأيام، لكن أصحيها لأنه منصوب يعني حال أيام. نعم. يعني زمن. نعم زمن يعني اسم زمان. طيب هذه ثلاثة، يحيى شجاع حسن الدين شهرول. طيب هذا من الاستماع إلى كلامكم أنا أستطيع من يعني من يحيى شجاع، من حسن الدين وشهر الأحمد، وكيف قراءتهم أنا أعرف، حتى أستطيع أن أفرق يعني بينهم. طيب بارك الله فيكم. الآن ثلاثة آخرون يا رئيس. اختر الذين لم يتقدموا. ياسين كابو. نور محمد. من؟ خليل من؟ ثانيا. نور محمد. طيب ثالثا. شهيد أرديانشاه. شهيد. طيب أرديانشاه. شهيد أرديانشاه. تفضل يا تفضلوا. نعم.
ياسين يعني يمثل مصطفى، ثم حسن، ثم بعيد. ولكل يهتم بدوره، يهتم بدوره، لا يتأخر، لا يتأخر في 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 الرد أو في في الإجابة على التصريح. نعم، تفضلوا يا ياسين. هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. أنت كذلك يا حسن. حسن، مساء الخير. وأنا أنا مرحبا أنت. تفضل، ماذا تريداني؟ أريد بنطلونا من الصوف، من الصوف، وقميصا من القطن، وبعض ملابس الشتاء. ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله؟ مقاس بنطلون 36 بساطا، ومقاس قميص 12. ومقاس القميص 12. انتبه في الاستماع، في التقليد، في كذا. نعم، ومقاس القميص 12 بوصة. لا بدون تن، بدون تن، 12 بوصة. وقميص القميص 12 بوصة. نعم، طيب. وفضل بنطلونا لونه أسود، وقميصا لونه أزرق أو بني، أو بني بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. تفضل، هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا، الأسعار غالية هذه الأيام، ولقد بعتكما بسعر رخيص. ليس باع، بيع. ولقد بعتكما بسعر رخيص، ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. لا، في محلنا. في محلنا مرة أخرى. طيب، بارك الله فيكم. طيب، أيضا يا رئيس، نريد ثلاثة كذلك، بعد ذلك يعني طالبات. حبيب، بارك الله فيك. ليس فقط حبيب، لكن حبيب. 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 من؟ معه. نور عزمي. من؟ نور عزمي. نور عزمي. نور عزمي. نعم، تفضل. و إقبال. 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 نعم، إقبال. هل هناك إقبال آخر؟ يوجد من بما. أيضا إقبال، هذا إقبال من؟ إقبال كديري. إقبال كديري. طيب، إقبال كديري. يلا، تفضلوا بالحوار. وافتح، يعني مفتح فيديو. ابدأ يا حبيب. هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. أين نور عزمي؟ يلا نور عزمي. نعم سيد. تفضل. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. لا، إقبال. أنت كذلك يا حسن، يعني عزمي، أنت تقول كذلك حسن،
بالبعي مساء الخير. إذا أنت تقول كذلك مساء الخير. طيب سات. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. مساء الخير. يا إقبال هل أنت موجود؟ أنت بائع. مرحبا تفضل ماذا تريدان؟ يلا دور دور حسن دور نور عزمي. أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله؟ مقاس البنطلون 32 بوصة هذا 36. مقاس البنطلون 36 بوصة يعني على أقصى. إذا مذكر تأتي بعدد مذكر. مقاس البنطلون 36 بوصة ومقاس القميص 12 بوصة. نعم طيب وذلك واصل. أفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. يلا الباقي. تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا الأسعار غالية هذه الأيام. هذه الأيام فقط لا نقول هذه الأيام. هذه الأيام ولقد بعتكما بسعر رخيص. ليس بيع هذا خطأ مطبعي. ولقد بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. طيب بارك الله فيكم يا حبيبي يا نور عزمي وإقبال كديري. طيب الآن دور الطالبات. نعم الرئيسة تختار ثلاثة طالبات. نعم ويتحاورون. أولا من؟ أذكر اسم. أختي امتنان. امتنان ثم أختي ثانية نور بيتي. ثانية نور بيتي. نعم ثالثة. وأختي سلمى رفدة الحسنى. سلمى طيب سلمى كذا. طيب تفضلنا بالحوار. هيا ندخل هذا المحل يا حسن. إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. مباشرة قل مساء الخير. مساء الخير. مرحبا تفضل ماذا تريدان؟ أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض الملابس الشتاء. ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله؟ مقاس البنطلون 36. لا ليس ستة
ليست ستة لكن ست وثلاثون بوصة. مقاس البنطلون ست وثلاثون بوصة ومقاس القميص اثنتا عشر بوصة. اثنتا عشرة اثنتا عشرة وعشرة اثنتا عشرة بوصة. وأفضل واصلي. وأفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أزرق أو بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. نعم ما شاء الله بارك فيكن. نعم طيب نعم ثلاث أخريات ثلاث أخريات يا رئيسة. التي ظهرت أختي زلفة. زلفة طيب زلفة نعم أختي قديس أناندا نجمة قديس قديس نعم طيب وأختي ستة كماليتا ستة كماليتا طيب فضل تفضلنا. هيا ندخل هذا المحل يا حسن إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. مساء الخير. مرحبا تفضل ماذا تريدان؟ أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله؟ مقاس البنطلون 36 بوصة ومقاس القميص 13 بوصة. قميصا لونه أزرق أو بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بئتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. ما شاء الله بارك الله فيكن. طيب الأخريات الأخيرات تفضل تفضل يا رئيسة بذكرهن. أختي ديلا فخمة العزة. ديلا رحمة الله. مندي شاكرة. مندي شاكرة نعم. عائشة إيجا. عائشة إيجا طيب تفضلنا بالحوار. استغفر الله العظيم. من أول الذي ذكر الأول يعني ديلا رحمة العزة تكون مصطفى. نعم هيا ندخل هذا المحل يا حسن إنني أرى فيه أنواع من الملابس المختلفة. أغلق صورة من إيشا إيشا عيس إيشا عيس أغلق طيب نعم تفضل. أنا أستاذ
عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. مساء الخير. مرحبا، تفضل، ماذا تريدان؟ أريد بنطالونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض ملابس الشتاء. ما المقاس الذي يناسبك وما اللون الذي تفضله؟ مقاس البنطالون. ستون وثلاثون بوصة. ستون وثلاثون بوصة. ومقاس القميص 12 بوصة. اثنتا عشرة بوصة. وأفضل بنطالونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. دخل أسود ولونه أزرق أو بني. كرري. وأفضل بنطالونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق. ليس أسود. لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. وأنت هل تريد شيئا؟ نعم، أريد بنطلونا وقميصا من النوع واللون الذي طلبه حسن. تفضل، هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. الأسعار غالية جدا. لا، الأسعار غالية هذه الأيام. ولقد بعتكما بسعر ولقد بعتكما بسعر رخيص. ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. طيب خلاص، إذا انتهينا من المرحلة القراءة. مرحلة القراءة، وممكن يعني بعضنا قد حفظ هذه الكلمات بتسلسل، وممكن أن يعني هناك من يحتاج إلى يعني وقت آخر لرصد هذه الكلمات في يعني أذهاننا، في الأذهان. طيب، والآن جاءت مرحلة إثراء الرصيد اللغوي. نعم. طيب هنا، طيب الدكان، عرفنا معنى الدكان خلاص، يعني دكاكين وحانوت حوانيت وهكذا ومحل. طيب القطن، طيب من يعرف معنى قطن؟ قفص. لا نريد ترجمة بعد في الأخير، يعني كالعادة نحن نؤخر ترجمة، وعندما نقول إثراء بإثراء الرصيد اللغوي هذا عربي حتى يعني تعمل طريقة هذه تعمل، ومن ثم نجد يعني ثمرة للطريقة يعني الإثراء. الترجمة بعد في الأخير. طيب قطن. قطن مواد الملابس. قطن يعني هذا مفرد. وجمع أقطان. أقطان. قطن أقطان. والقطن نبات. نبات. إذا قلنا هذا القطن نبات خلاص يكفي هذا، لكن هناك تفصيل آخر إذا أردنا تفصيلا، وإذا أردنا يعني ملخصا نبات من النباتات، هذا يعني هذا البيان يكفي. وأما الترجمة بعدين موجود بعدين في ترجمة الحوار فيما بعد. طيب وأزيد كذلك، نبات من خبازيات، ليفي يقوم على ساق تتفرع تيجانه
بزوره مغطاة ببرعم كثيف أبيض لون، يغزل وتنسج منه الثياب. هذا تنسج يعني يغزل وتنسج منه الثياب. يزرع في المناطق الحارة، يعني هذه معلومة أخرى، القطن. أين ينبت القطن؟ ينبت القطن في مناطق حارة، في مناطق الحارة. يعني أهم يعني مواطنه أمريكا الشمالية وروسيا والهند ومصر، ويستخرج من بزره الزيت، ممكن يستخرج منه الزيت كذلك، يعني من القطن. ويعني أشجار القطن موجودة كذلك في إندونيسيا، ليست بكثرة مثل أمريكا الشمالية وروسيا والهند ومصر. تلك الدول يعني تنبت كثيرا يعني أشجار القطن. طيب هذا نسميه إثراء، يعني إثراء كامل، إثراء كامل. طيب بعد ذلك مقاس، من يعرف مقاس؟ مقدار. نعم، مقدار الطول، مقدار الطول والعرض والحجم. مقاس الحذاء مثلا يعني مقدار طول حذاء وعرض الحذاء وحجم الحذاء. يعني هناك طول، تعرف طول ها، وعرض يعني عرض يعني كم يعني وسعه كم، هل حذاء واسع او كيف، والحجم حجمه كبير او صغير، هذا نسميه مقدار يعني مقاس. كم مقاس ثوبك كم مقاسه، كم مقاس حذائك، كم مقاس كذا وكذا الى اخره. اذا خلاص، عندما سئلتم ما معنى مقاس، مقدار، اي مقدار، مقدار الطول والعرض والحجم هكذا. طيب مقاس مفرد وجمعه مقاسات، مقاسات. طيب اللون عرفنا اللون. طيب اي واحد منكم عرف إثراء الكلمة ممكن لا بأس يتحدث. طيب اللون، هل هناك من يتحدث؟ الذي عنده كلام لا بأس يتحدث مباشرة، وبعد ذلك أنا أضيف. صفة الجسم من السواد والبياض والحمزة وما في هذا الباب. هذا صفة الجسم. طيب لا لي نعم، فاللون نعم لون مفرد، والمثنى لونان، والجمع ألوان. نعم ألوان. وهناك شيء يعني ملون، شيء ملون كذلك. إذن تقوم بإثراء اللون، كيف يعني؟ مثلا هذا الكتاب ملون، معناه ماذا؟ يعني فيه ألوان كثيرة، ألوان من البياض والسواد وألوان أخرى يعني. هذا ملون، ملون لون، لونان ألوان ملون وكذا. طيب أسود، ما هو الأسود؟ لون مثلا لون من الألوان، نقول لون من الألوان، ويعني ليس بياضا وليس كذا، لكنه أسود، في ظلام، فيه ظلام. طيب فنقول كذلك هناك مسود، مسود، ملون، مسود مثلا. طيب الأزرق كذلك، أزرق كذلك لون من الألوان. وإذا أردنا أن نصف مؤنثا ماذا نقول؟ زرقاء. زرقاء نعم، وسوداء كذلك وإلى آخره. طيب بني، ما يعني ما شكل اللون البني، ما صفة اللون البني؟
مثلا يلبس معطفا بني اللون، يعني بني اللون، يعني فهمني ما معنى يعني بني، ما معنى بني؟ بني كلون التراب. لون التراب، تراب 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 يعني أبيض صح؟ تراب أبيض عموما. كلون الحصان. لون الحصان كلون البن. كلون البن تربون. البن يعني يصنع منه قهوة. نعم هذا بن. البن يعني، فنقول اللون البني يعني لونه أحمر قائم قاتم، يعني قاتم يشبه لون البن. هكذا الجواب الصحيح، لونه أحمر قاتم يعني قا تاء ميم يشبه لون البن. نعم الذي يعني في القرى كثيرة أشجار البن، أشجار البن. طيب بعد ذلك قائمة، ما معنى قائمة؟ كشف الأسعار. إذا سئلت ما مرادف قائمة، كشف مثلا كشف الحضور، أيضا كشف يعني قائمة الحضور، قائمة الأسعار، قائمة كذا، هذا نسميه كشف. أو في كلمة أخرى ممكن سند الأسعار، سند الأسعار، أو مستند الأسعار. طيب عسى، ما معنى عسى؟ رجاء. لعل أخت من هذا؟ عسى أخت من؟ كان أخت كان، نعم له أخوات. نعم وعسى بمعنى ماذا قلت؟ عساك 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 مثلا، فنقول عسى الولد أن ينجح، يعني عسى هنا بيانه فعل رجاء. نعم جامد ملحق بأفعال المقاربة، هذا عسى، يعني إذا سئلت عسى يعني فعل رجاء جامد ملحق بأفعال المقاربة. فعل رجاء جامد ملحق بأفعال المقاربة، يعني المقاربة يعني قريبة جدا المقاربة. وفي سورة البقرة آية 216 قال الله تعالى، من تذكر؟ من تذكر شيئا وهو خير لكم وأن تحب شيئا وهو شر لكم. طيب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني رجاء، يعني رجاء أن تحب يا أخي. ورد استعمالها في الآية مع أن، ويقترن بخبرها عسى أن. عسى أن. طيب من هذا؟ من؟ زلفة أغلق يا زلفة. طيب إذن هنا ماذا نقول؟ هناك أسلوب آخر، ماذا عساه أن يقول؟ ما معنى هذا الكلام؟ من يعرف ماذا عساه أن يقول؟ هذا بإمكانه أن يقول. نعم ماذا بإمكانه أن يقول، يعني أي ماذا يتحدث، ممكن يستطيع أن يتحدث، ماذا عساه أن يقول. طيب نذهب الآن إلى ماذا بعد ذلك؟ هيا ندخل، هذا يعني شرط، فعل شرط هيا. إذن بعد ذلك يعني مجزوم،
لا تقول هيا ندخل، هيا نشرب، هيا نذهب، لا خطأ، هيا نذهب، هيا نذهب. يعني خذ درسا لهذا، لهذا فنقول هيا. طيب فنقول هيا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، إذن ليس فعل أمر فقط، لكن اسم، اسم فعل أمر. أكتب أكتب لا بأس. ومعناه أسرع، هيا معناه أسرع، لكن هيا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. فنقول هيا إلى العمل، هيا إلى العمل. فقلنا للغلام هيا هيا وهات ما تهيأ الحريري. نعم، بعد ذلك عرفنا، عرفنا معنى هيا. طيب ندخل هذا المحل يا حسن، إن أرى في أنواع من المسل من الملابس المختلفة. طيب المختلفة، ما هي المختلفة؟ المتنوئة. نعم المتنوئة، المختلفة متنوئة. نعم. وعسى أن نجد في ما نحتاج إليه، يعني رجاء أن نجد. ونقول ممكن نرجو أن نجد، ممكن، لكن ممكن هنا بسبب يعني هو استعمال عسى، فنقول رجاء أن نجد في كذا إلى آخره. طيب مساء الخير، من يعرف مساء الخير إثراؤه؟ من يعرف إثراء مساء الخير؟ إذا ما قلنا مساء الخير، ما هذا الكلام، ما هذا الأسلوب، من يعرف؟ التهنئة والتحية، وأيضا يعني يشمل الدعاء كذلك، يعني يشمل الدعاء، يعني التهنئة وأيضا يعني سلامة والدعاء. مساء الخير ماذا يعني؟ هذا يعني يدعو للمخاطب أن يجد خيرا في هذا اليوم خاصة، أو في هذه اللحظة خاصة. نعم، إذا تبين مساء الخير، ما معنى مساء؟ تعبير، أسلوب في العربية الذي يأتي يعني ماذا؟ يعني يشرح أو يتناول تهنئة، تحية، والدعاء للمخاطب، دعاء للمخاطب. فلذلك عندما قلنا مساء الخير ماذا نقول؟ مساء النور. نعم، مساء النور، نقول مساء النور. إذا يعني أرجو أن يكون مساؤك منورا، منورا، والمنور شيء خير. طيب مرحبا، نعم مرحبا. أهلا وسهلا. أتيت أهلا هو. نعم أتيت أهلا وسهلا. وأتيت سهلا. وأتيت سهلا، نعم هذا مرحبا. نعم مرحبا بك، يعني أو صادفت ساعة، صادفت ساعة، وهذا البيت بيتك مثلا، هذا البيت بيتك، هذا لا يعني شيئا في الناحية الشرعية، يعني في الناحية الدينية، يعني مثلا هذا البيت بيتك ثم أنت تسكن هنا، لا ليس هذا، لكن أهلا وسهلا، أنت كأهلي، أنت سهل، يعني أن تدخل بيتي وهكذا إلى آخره. فنقول مرحبا بك، تجد ساعة، ماذا تريد؟ تشرب، يعني تسكن وهكذا إلى آخره. لمدة كم؟ أيام. ثلاثة، يعني لمدة ثلاثة أيام. نعم ثلاثة أيام، تفضل، هذا بيت بيتك وهكذا إلى آخره. فهذا في ماذا نسميه؟ في التصور، في التصور الإسلامي، هكذا التصور الإسلامي. طيب الآن نصل إلى كلمة تفضل، ما معنى تفضل؟
من يعرف معنى تفضل؟ الذي عنده يعني معروف عنده تفضل. هل إنما نقول تفضل، هل هذه جملة مفيدة أو ليس جملة مفيدة؟ جملة مفيدة. جملة مفيدة لماذا؟ لوجود الاكتمال، يعني يحسن السكوت عليه، يعني خلاص يعني السامع سكت، تفضل موجود يعني. تفضل فعل ماض أو فعل أمر؟ نعم فعل أمر. نعم فعل أمر مبني على الفتح. طيب والألف؟ الألف فاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفع ماذا؟ الألف. الألف ألف المثنى، يعني ألف المثنى، هذه جملة مفيدة. طيب تفضل، تفضل، تفضلت، تفضل، 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 تفضل عليه مما يملك، يعني أنا له من فضلي. تفضل عليه، ادع الفضل عليه. وعندما نقول تفضل يا ولد، طيب ما معنى هذا الكلام؟ دعوة للمخاطب للجلوس، يعني دعوة، نداء، دعوة. أو تناول شيء على سبيل التفضل، وتفضل التجمل، يعني تفضلوا يا ناس، البيت بيتكم. طيب انتهينا. عندما نقل، عندما مثلا سئلتم، سئلتم بما معنى تفضل، أجب بهذا، يعني تفضل مباشرة، مباشرة فقط، يعني دعوة، دعوة للمخاطب للجلوس أو تناول شيء على سبيل التفضل، على سبيل التفضل. أما معاني أخرى أو ماذا، أساليب أخرى أو سياق أخرى، هذه فقط يعني إضافة، إضافة مني، يعني إضافة يعني مبنية على نجد، على ما نجده في القواميس والمعاجم. طيب إذن معنى تفضل ماذا؟ دعوة للمخاطب للجلوس أو تناول شيء على سبيل التفضل أو التجمل. نعم إذا سئلت في الامتحان أجب مثل هذا. طيب بنطلونا، ما معنى بنطلونا؟ سروال. سروال، سروال ماذا؟ سروال ذو شقين تدخل فيهما الرجلان، يرتديه الرجال والنساء. نعم هذا نسميه السروال، السروال ذو شقين، ذو شقين تدخل فيهما يعني الرجلان، يرتديه الرجال والنساء. طيب سوف، شعر الغنم. شعر الغنم، نعم شعر الغنم. وسوف تجمع على أصواف، نعم على أسباب، أي ما يغطي، ما يغطي جلده، يلبس جلبابا من الصوف، يلبس جلبابا من الصوف. أما في نادر، نادر في بلدنا أن نجد من يلبس يعني جلبابا من الصوف، إلا نادرا. طيب بعد ذلك قميص، ما هو القميص؟ نعم على الذي عنده، عنده معلومة لا بأس يقول. نعم هل لديكم مفردات أو بيان لقميص يا رجال؟ لباس، لباس ألبسة. نعم لباس، يعني جمع قميص أقمصة، أقمصة أو قمصان. وهذا يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث.
فنقول قميص أبيض وأيضا لباس له كمان يعني كمان تعرف كمان كم كم هذا كم ماذا بالإنسية ماذا من يعرف بالإنسية كم له كمان يعني وقميص كمان طويلان أو قصيران هذا ماذا بالإنسية قم لنغان لنغان نعم هنا لنغان لنغان يعني طويل ولنغان قصير هذا لنغان يعني إذا ما ترجمتم كم كمان يرتدى تحت الشطرة وبغيرها وأيضا هناك قميص الصباح قميص الصباح خيطه الأبيض تستيقظ صباحا قبل أن ينشر الفجر الفجر قميصه الأبيض طيب هذا قميص قميصان أقمصة أو قمصان نعم طيب بعد ذلك القطن خلاص قطن خلاص طيب هنا الشتاء ما هو الشتاء فصل الشتاء موسم الموسم تكثر فيه البرد نعم الشتاء يعني الشتاء الصيف الصيف الشتاء والصيف فالفصل الذي يأتي بعد فصل الخريف الفصل الذي يأتي بعد فصل الخريف وتكثر فيه الأمطار في الشتاء والصيف الأمطار كثيرة جدا في الشتاء فإذا نحن عندنا نحن موسم ماذا موسم الأفطار أمطار موسم الأمطار نعم في الجفاف يعني والكثير من الأمطار ويشتد برده يبتدئ من 22 من ديسمبر وينتهي في 21 من مارس يعني هذا في الدول العربية في الدول العربية وفي الدول يعني الأوروبية فأما نحن عندنا يعني شهور معينة في يعني موسم الأمطار وموسم الجفاف طيب إذن ما المقاس الذي نقول البنت البوصة نعم ما هو ما هي البوصة من يعرف البوصة تجمع على بوصات ووحدة قياس الأبعاد وحدة قياس الأبعاد تساوي واحد ماذا ستر مائل 12 من القدم وتعادل بي يعني تعادل 27 مليمتر هذا نسميه بوصة يعني سبع تعادل البوصة تعادل سبعا وعشرين مليمتر هذه نسميه بوصة طيب بهذا نعم قائم سوق بني خلاص بنت قميص نولا حسن طيب قائمة الأسعار غالية طيب الأسعار أولا ما مرادف الأسعار جمع ثمن الثمن لا مرادف الأثمان إذا قلنا أسعار أثمان نعم وهناك كلمة أخرى من يعرف ما ثمن ما ثمن خلاص ما ثمن هذا ما سعر هذا هناك كلمة أخرى من يعرف ما قيمة 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 وتجمع على قمم لا قمم هذا قمة 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 الجبال قمم لكن هذا هنا قيمة قيم 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 يعني قيمة يعني قمة قمم قمة الجبل قمم وقيمة قيم
إذن عرفنا ثلاثة الكلمات المترادفة التي تدل على الثمن، تدل على السعر، وتدل على القيمة. طيب، غالية ما معنى غالية؟ ضد رخيص. ضد الرخيص، نعم، ضد الرخيص. والغالية بمعنى مرتفعة، غالية مرتفعة، أسعار مرتفعة جدا، نقول مرتفعة. ونعم، ماذا أيضا؟ أن هناك معنى آخر لغالية أو لرخيص، توجد في الآية الكريمة في قصة يوسف عليه السلام. من يعرف؟ من منكم عرف في قصة يوسف عليه السلام هناك كلمة تدل على يعني رخيص، على معنى رخيص يعني. بخس. نعم، بثمن بخس، باء خاء سين، بثمن بخس دراهم ماذا؟ معدودة. دراهم معدودة. معدودة أو مالا في القرآن؟ معدودة. معدودة. نعم، معدودة، بدراهم معدودة، هذا بخس يعني رخيص، بخس، باء خاء سين. طيب، فبهذا انتهينا هذه، والباقي ثمان دقائق. طيب، أربع دقائق للترجمة. من نبدأ بالنساء أولا، بالطالبات. تفضل، من تتقدم من النساء الترجمة، بعد ذلك الرجال. فنعم، تفضل، ممكن من الرئيسة أو الرئيس يختار يعني أفضل الناس أو أفضل زملائه في الترجمة. تفضل، الآن أعطي فرصة للطالبات. تفضل، يترجم هذا الحوار وبسرعة. موجودة من الطالبة أولا يا أستاذ؟ نعم، من الطالبة أولا الآن، لأن في المرة الماضية الرجال يعني الطلاب. أختي فقيه رمضان. فقيه رمضان، تفضل يا فقيه رمضان. نعم، تفضلي بترجمة الحوار يا فيكي. مستعدة؟ غير موجودة، اختاري الموجودة فقط. نعم، ديلا ونندي ممكن. نندي يا أستاذ. نندي، يلا تفضل. نعم أستاذ. الحوار، percakapan. مصطفى، هيا ندخل هذا المحل يا حسن. هيا ندخل هذا المحل يا خطأ، قلنا هيا ندخل، كيف قلت يا هيا ندخل هذا المحل يا حسن. Ayo masuk tempat ini wahai Hasan. Innani ara fihi anwa'an minal malabisil mukhtalifah. Sesungguhnya aku melihat di dalamnya banyak warna-warna, banyak jenis-jenis dari baju yang berbeda-beda. Hasan,
Asa an najida fihi ma nahtaju ilaihi. Aku harap kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan di dalamnya. Hasan al-Ba'i, masa'ul khair, selamat sore. Al-Ba'i, marhaban, selamat datang, tafaddala, silahkan. Mada turidan, apa yang kalian berdua inginkan? Hasan, uridu bantalunan minas sufi wa qamisan minal qutni. Minal qutni wa ba'da malabisi syita. Aku menginginkan celana panjang dari kulit dari apa nih set asufi anifan minas suf لا خلاص اذا ما عرفتي يعني اتركي نعم وقميصان من القطن dan baju dan gamis dari kapas وبعض ملابس الشتاء dan beberapa baju musim dingin. Al-Ba'i, mal maqas alladhi yunasibuka wa mal launu alladhi tufaddiluhu. Apa al maqas ma adri ustaz alladhi yunasibuk alla yang cocok untukmu wa mal launu alladhi tufaddiluhu dan apa yang warna-warna yang kamu dahulukan. Maqasul bantalun ana maqasul bantal maqasul bantalun maqas al hiya ukuran set ukuran celana 63 busa wa maqasul qamis ana bilaqs laysa bilaqs laysa 63 bilaqs nam set bilaqs laysa 63 36 3 oh 6 36 busa dan maqas al-qamis dan ukuran qamis 12 busa. Busa itu set. Ana kullu wahda qiyas tu'adil 27 mm. Naam set. Baik. Inci. Tafadhal naam fadhal. Naam set. Wa ufaddilu bantalunan launuhu aswad. Wa qamisan launuhu azraq aw bunni dan aku mendahulukan celana yang warnanya hitam juga kamis yang warnanya kamis laisa kamis naam gamis yang warnanya hijau azraq aw bun atau coklat wa anta hal turidu syai'an dan kamu apa kamu inginkan sesuatu. Naam iya uridu bantalunan wa qamisan minan naw'il launi minan naw' wal laun alladhi talabahu Hasan. Aku menginginkan celana juga baju dari jenis dan warna yang sama dengan apa yang diminta oleh Hasan. Al-Ba'i tafaddala hadhihi hiyal malabis. Jual. Silahkan ini bajunya. Wa hadhihi qa'imatul as'ar dan ini adalah daftar harganya atau biasa kita bilang nota. Al-as'ar ghaliyatun jiddan. Jumlahnya mahal sekali. La al-as'ar ghaliyatun hadhihi al-ayyam. Tidak harganya memang mahal hari ini. Ta wa laqad bi'tukuma bi si'rin rakhis. Tapi aku telah menjual kepada kalian dengan harga yang murah. Wa marhaban bikuma fi mahallina marratan ukhra. Selamat datang kembali. Kembali fakat. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali lain kali. Lain kali. Di tempat kita. Sah? Fi mahallina. Nah, makanya ini terjemah al-mawjudah. طيب طيب بارك الله فيكما فيك نندي طيب بارك الله نعم الان نريد من الطلاب تفضل يا رئيس من يترجم يترجم وبطريقة اسرع طيب تفضل من
أخ يسريل يسريل المكتي يسريل ما الفضل الفضل يا يسريل يا مصطفى هيا ندخل هذا المحل يا حسن هيا كده مسوق كده بطيني وهي حسن إنني أرى فيه أنواع من الملابس المختلفة sesungguhnya aku melihat di dalamnya ada macam-macam dari pakaian yang beraneka ragam. Asa najida fihi ma nahtaju ilaih. Semoga kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Masaul khair. Selamat sore. Marhaban. Selamat datang. Tafadhala. Silahkan. Mada turidani apa yang kalian berdua inginkan. أريد بنطلونا من الصوف وقميصا من القطن وبعض الملابس الشتاء. Saya ingin celana panjang من الصوف dari صوف من dari katun. Maksud? هذا صوف 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 يعني wool 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 dari wool. Dari wool. طيب. Afwan. Dari wool وقميصا من القطن dan pakaian dari dan kemeja dari kapas bahwa biasanya dipakai apa cotton di kita dari katun dari katun ya kemeja katun nah kemeja katun katun bahwa malamis syita dan sebagian pakaian untuk musim dingin. ما المقاس الذي يناسبك؟ أبا أكوراً يعني تشتك عندكم؟ وما اللون الذي تفضله لأن أبا وانا ينكو متمكن؟ مقاس البنطلون 30 بوصة أكوراً تلانا 63 إنشي ومقاس القميص dan أكوراً كمجا 12 بوصة 12 إنتي وأفضل بنطلونا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني سيا منين كان طول متمكن pakaian celana yang warnanya hitam وقميصا لونه أزرق dan kemeja yang warnanya biru أو بني أو coklat وأنت هل تريد شيئا dan kamu apakah kamu ingin lain? Apakah kamu ingin sesuatu? Dan kamu apakah kamu dan kamu bagaimana? Aturin Shayan, apakah kamu ingin sesuatu? Naam, uridu bantalunan wa qamisan. Saya ingin celana panjang dan kemeja min nau' dari jenis yang disebutkan tadi. Walauni alladhi talabahu Hasan dan warna yang diminta oleh Hasan. Tafadhala, silakan. Hadhihi hiya al-malabis, ini pakaiannya. Wa hadhihi qa'imatul as'ar, dan ini daftar harga. Al-ash'aru ghaliyatun jiddan. Ini harganya itu mahal sekali. La, al-as'aru ghaliyatun hadhi ayyam. Harganya ini harganya murah. Bagaimana? الأسعار غالية هذه الأيام. Harganya memang mahal. Harganya memang mahal hari ini. Mahal. Afwan. Harganya memang mahal di hari ayam. Di hari ini. Di hari-hari ini. Laqad bi'tukuma bi si'rin rakhisin. Sungguh aku telah menjual kepada kalian dengan harga yang murah. Wa marhaban bikum fi mahallina maratun ukhra. Dan selamat datang kembali di tempat kami. Ay, barakallahu fiik. Idan hamaka. Naam. Khalas intahayna min at-tarjama wa asbahna al-an yani madha? Musta'ibin. Asbahna musta'ibin li لهذا الحوار من حيث الإثراء اللغوي ومن حيث الترجمة يعني الترجمة كذلك من طريقة الرصيد اللغوي أيضا كذلك
يتضمن الترجمة. وأيضا عملنا طريقة التدريس، يعني طريقة التدريس نكرر الحوار مرات بعد ذلك نحاول أن نفهم ونحفظ قبل أن نترجم وقبل أن يعني ماذا نحلل تحليلا عربيا عربيا وعربيا إندونيسيا. فهذا يعني يكفي. وهناك بعض الإضافات يعني مني من حيث سياق أخرى لهذه الأساليب مثلا، فنستفيد من هذا إن شاء الله. والواجب نريد يعني إثراء. تكتبون الإثراء يعني إثراء لغوي، ماذا يعني ماذا قلنا، هذا ماذا ماذا، هذا يعني أهم. وتكتبون بعدين يعني في ماذا نسميه، في كشكولكم، يعني في دفاتر، في كراساتكم يعني متسلسلة، فتكون يعني درسا مثلا للآخرين بعد ذلك إن شاء الله. طيب إذن نكتفي، وإن شاء الله يعني سنبدأ دورة يعني ماذا شرح الأجرومية إن شاء الله ليلة الاثنين إن شاء الله تعالى. نعم. طيب إذن هل هناك سؤال منكم؟ هل من سؤال قبل أن نختتم؟ لا توجد؟ خلاص، إذا لا توجد نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا أستاذ. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. إلى لقائنا. جزاك الله.